مساء الخير وتحياتي ليكم. حلقه جديده من السادسه، اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده في موسم لم ينتهي بعد. الموسم مازال طويل وممتد، عندنا بطولتين في منتهى الاهميه في توقيت من الطبيعي جدا ان احنا نكون بنتكلم على فتره نهايه موسم، لكن هذا هو واقع الحال عندنا في مصر، ومازال السيناريو او المسلسل يتكرر موسم بعد موسم. لكن خد بالك عزيزي الاهلاوي من الفخ او الكمين، واحسب معايا وعد ورايا. حسين الشحات في أم صلال، وفي سيناريو آخر في الزمالك المصري. أحمد عبد القادر في سيسكا موسكو، وفي سيناريو آخر أيضا في الزمالك المصري. حمدي فتحي في الوكرة القطري. محمد عبد المنعم بيرسيتاو، ومروان عطية إلى أوروبا، وتحديدا يعني زي ما تقال إنجلترا وأسبانيا وفرنسا. أليو ديانج عروض تنهال عليه من تركيا ومن الخليج ومن بعض الأندية الأوروبية. عمرو السولية في سبيله إلى الرحيل للدوري الإماراتي، وكهربا في سبيله للرحيل للدوري السعودي. كلها أنباء تتردد عن ميركاتو الأهلي وعن رحيل عدد من لاعبي النادي الأهلي، أو يكاد يصل عددها تقريبا لفريق كامل. والشناوي كمان يمكن دخل في القصة، وتم الإعلان عن أنه في بعض الأندية السعودية وفي منها نادي سعودي حسم بالفعل الاتفاق مع محمد الشناوي للرحيل بداية من الموسم القادم. أنا بكلم حضرتك وإحنا عندنا بطولتين في منتهى الأهمية لم ينتهوا بعد. إذا كنا بنتكلم من حيث الأهمية، فأنا أعتقد أنه الدوري المصري بالنسبة لجماهير النادي الأهلي يجي في المقدمة. بنعتقد واحد من أهم الألقاب، أهم من السوبر، أهم من الكاس اللي حققناه، وأهم من الكاس اللي بإذن الله إن شاء الله قادرين نحققه. وبالتالي التوقيت مهم جدا. واحنا في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها النهارده 20 يونيو. النهارده 20 يونيو الساعه لسه ما جاتش 6:05. بقول لحضرتك انه 90% من هذه الاخبار كاذبه، وانه ال 10% ما زالت غير مؤكده بعد. يعني حتى اللي فيها ممكن يكون قريب من الحقيقه رسميا لم ينتهي بعد، ومن الوارد بين كل لحظه والثانيه الامور تختلف جمله وتفصيلا. لكن الاكيد بالنسبه لي، ودي وجهه نظر مش معلومة، إنه الأهلي مستحيل يفرط في هذا الكم من اللاعبين، ومستحيل يفرط في قوام أساسي لفريق. عمليات الإحلال والتبديل ممكن تكون مهمة جدا في التوقيت ده، أنا هكلم حضراتكم على ده في حلقة النهاردة، لكن بالتأكيد مش ممكن تحصل بهذا الكم، لأنه ده بشكل كبير جدا يأثر. والقصة مش قصة إمكانيات، أنت ممكن، وأنا دايما في عندي قناعة بتقول إنه أنت قادر تستغنى عن أي لعيب مهما كان حجم امكانياته ومهما كانت صعوبه تعويضه. لكن في فريق زي النادي الاهلي، في فرقه زي النادي الاهلي، انت قادر تقدم او تصنع غيره عشرات وعشرات. وعندنا دروس كتيره جدا، اسماء من العيار الثقيل في كل الاجيال. كل جيل هتلاقي اسم واثنين افتكروا ان الاهلي مش ممكن يستغنى عنه، وقد كان ومشيوا، والاهلي ما تاثرش، والبطولات ما انقطعتش عن النادي الاهلي من ايام كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن عصام الحضري وكابتن ابراهيم سعيد وكابتن عبد الله السعيد وكابتن رمضان صبحي واسماء تانيه غيرها كتير. افتكرت في يوم من الايام انها ممكن تكون اكبر من النادي الاهلي، وافتكرت في يوم من الايام انه رحيلهم عن النادي الاهلي ممكن ياثر. كلهم كانوا قيمه فنيه كبيره جدا، محدش يقدر يختلف على اسم حسام حسن وابراهيم حسن، ولا يختلف على عصام الحضري اللي انا ممكن شخصيا اشوفه يمكن يكون افضل حارس مرمى في تاريخ مصر بارقامه بانجازاته باللي حققه الحقيقه سواء مع النادي او مع المنتخب. هو بالتاكيد حتى ان لم يكن الافضل، هو واحد من افضل حراس مرمى في تاريخ مصر كلها. ابراهيم سعيد شفته الحقيقه نموذج للاعب مصري محترف كان ممكن بامكانياته يتخطى محمد صلاح. شفت عبد الله السعيد في وقت من الاوقات افضل صانع العاب في مصر، ويمكن حتى بعد رحيله عن النادي الاهلي احتفظ لفتره طويله جدا بمستواه، ومع ذلك الاهلي ما تاثرش. رمضان صبحي نفس حكايه، الاهلي ما تاثرش، بالعكس يمكن في الفتره حتى لو اتكلمنا مؤخرا رمضان وعبد الله السعيد وكانوا اثنين من عمدة الاهلي الرئيسيه وما حققناش افريقيا، وبعد رحيلهم الاهلي في نهائي افريقيا بشكل عرض مستمر. ففي النهايه رحيل اسم او مجيء اسم اخر بالتاكيد مش هيهز كيان بحجم النادي الاهلي، لكن في النهاية الأهلي مش ممكن يتخلى عن كل الأسماء دي مرة واحدة، وخصوصا طبعا أنك أنت داخل على سيزن صعب جدا محتاج فيه كل العناصر، محتاج عناصر الخبرة اللي النهاردة بقت متوفرة تقريبا في كل قوام
الرئيس للنادي الاهلي. النهارده الفرقه دي لعبة 4 نهائي دوري ابطال وكسبانه 3 منهم، ولعبة 3 نسخ كاس عالم، وجايبه 2 سوبر افريقي. فانت بتتكلم على كم من تراكم الخبرات اللي مش ممكن ابدا تعوضه في يوم وليله او ما بين سيزون والتاني.